اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح بقى نشوف ايه اللي هيحصل مع منتخب كوت ديفوار. اهم نقاط الضعف، اهم نقاط القوه الموجوده في منتخب ساحل العاج، ايه الاخبار؟ هنبدا بايه؟ نبدا كابتن اسلام بنشرح للساده المشاهدين منتخب كوت ديفوار بيقف ازاي في الملعب. وجهه نظري ان احنا ما عندناش غير طريقه واحده ممكن نلاعب بيها الفريده، ده وجهه نظري الشخصيه. فرقة عندها تقريبا في كل خط عندها نجم عالمي، يعني الموضوع بصراحة فعلا صعب. يعني كوت ديفوار واحدة من المنتخبات اللي عندها في كل خط عندها لعيب كبير، يعني سواء بداية من سيرجي أوريه حتى مرورا بفرانك كيسي في خط الوسط، مرورا طبعا ببيبي وهالر وجرادال في الهجوم. فرقة بصراحة متكاملة. طيب كوت ديفوار بتلعب ازاي؟ هيقفوا في الملعب قدامنا ازاي؟ وجهة نظري الشخصية ان احنا عندنا مشكلة في تطبيع اللعب معاهم. انا في وجهة نظري كوت ديفوار هينزلوا لنا بالشكل ده، طبعا هم بيلعبوا بطريقة 4-3-3، لكن السؤال هنا بيقفوا ازاي في الملعب؟ انا وجهة نظري ان احنا هنشوف كوت ديفوار واقفة بالشكل اللي انا هرسمه ده، وعايزين نخلي بالنا جدا جدا من الهاي لاين ديفنس اللي هم بيعملوه. ادي الاربعة في وجهة نظري هيقفوا في نص ملعبهم، مش هيقفوا خالص بالقرب من منطقة جزاءهم، هيطلعوا بهاي لاين ديفنس وهيوقفوا لنا الثلاثي خط الوسط بتاعهم في نص ملعب، وهيحطوا لنا خط او شبكه الهجوميه بتاعتهم يضغطونا من نص ملعب. بالتالي احنا مثلا لو حسبنا منتخب مصر مع الحاج كيروش بنلعب بطريقه اقرب الى 4-3-3. ماشي، هحط بس عبد الله السعيد كده ايه يعني قدام سنه عشان يدينا الشكل بتاع ان احنا عندنا بلاي ميكر. احنا كابتن اسلام في الشكل ده اللي هنشوف المباراه، بصوا يا جماعه احنا محتاجين نتخلص من الكوره في المساحه دي اللي ما بين اول اكس زرقاء لغايه او بتلف باللون الاصفر احمر الظريف ده في المساحه دي، احنا محتاجين نتخلص من الكوره وناخد قرارنا في المساحه دي. وضع في الاعتبار ان احنا بنتكلم على فرقه عندها ورك ريت عالي جدا جدا، بتكلم على الثنائي اللي في خط الوسط وهما فرانك كيسي طبعا زعيم خط وسط ميلان، وكمان اللاعب سيري اللي هو واحد من افضل لعيبه بيجروا في نص ملعب في كوت ديفوار. ووضع طبعا في الاعتبار يا استاذ احمد ان احنا عندنا على الدكه كمان سيري دي، لو سيري دي طبعا نفتكره كان واحد من اللي جم هنا نادي جم نادي الزمالك، وطبعا سنجاري، لا سيري دي كمان على خط على الدكه على الدكه، وكان لاعب في نادي الزمالك قبل ما يروح بازل السويسري على اعتقد. فبالتالي احنا بنتكلم على فرقه هيبداوا يضغطونا في نص الملعب. احنا عندنا مشكله واضحه جدا 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 ان رتم الاداء بتاعنا يا كابتن اسلام بطيء. احنا مثلا بكل بساطه كل فكرتنا ان احنا بنطلع من الكوره من عند المساك لواحد من نص الملعب على طول باص الكوره طبعا لعبد الله السعيد عشان هو ينزل ويبدا يغذي الثلاثي. على اعتبار ان ده مكان عبد الله السعيد، انا ما شفتش عبد الله السعيد هنا خالص صراحه يا كريم صراحه يعني كده. وبعد كده ندي الكوره لمحمد صلاح او عمر مرموش. طيب الشكل بتاعنا اللي احنا شفناه اللي انا هحسبه على نيجيريا مش هحسبه على غينيا بيساو والسودان، لان غينيا بيساو والسودان يعني فرق ما اقدرش احطها في نفس الكاتيجوري بتاع نيجيريا او كوت ديفوار. وبالتالي احنا محتاجين نزود الريتم. احنا قدام نيجيريا ليه ما ظهرناش بنفس المظهر بتاع تونس النهارده؟ لان النهارده تونس كانت بتلعب الكوره، وبتكلم عن نيجيريا وهي كامله، لان طبعا نيجيريا بعد الطرد خلاص الماتش اتفتح وبقت سهل جدا ماتش تونس. مع انها راحت للجون بعد الطرد، جون تونس يعني بعد الطرد مرتين ثلاثه جوان، يعني تونس وقعوا بدني بسبب الرطوبه طبعا واضح جدا ان هم تعبوا. بس تاني يا كابتن اسلام عشان ننجز في الحته دي عشان احنا عندنا حاجات كتيره، لازم كيروش يزود ويسرع التيمبو بتاع الفرقه. لو انت ما سرعتش الريتم هتلاقي حامل الكره اللي معاك في اتنين على طول ضاغطين عليك، ومنين؟ من نص ملعبك. الناس دي استحاله تلعب معانا زون ديفنس. احنا ما شفناه، يعني ما شفناش كوت ديفوار قدام غينيا او حتى قدام الجزائر. ماتش الجزائر كان حاجه مرعبه من الدفاع الفواري والضغط اللي عملوه على منتخب الجزائر. وطبعا هنتكلم يا كابتن اسلام على الحاله البدنيه منتخب كوت ديفوار في الصور اللي معانا ان شاء الله.
اول حاجه طبعا معانا هنشرح ازاي التنظيم الهجومي بتاعهم وازاي هم بيلعبوا التنظيم الهجومي التنظيم الدفاعي السيت بيس بتاعهم كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه تعال نشوف فكره المهاجم. الناس بتتكلم على سيباستيان هالر هداف دوري ابطال اوروبا السنه دي جاب 10 تجوان مع اياكس. هو ازاي سيباستيان هالر مش بيجيب اهداف كتير مع كوت ديفوار جايب هدف واحد؟ هو يا جماعه دوره هو اخطر لعيب في كوت ديفوار في المنظومه هو نيكولاس بيبي. تعال نشوف سيباستيان هالر فكره الفولس ناين المهاجم الوهمي ازاي بقى بيلعب. بص سيباستيان هالر فين؟ على بعد مسافه صغيره جدا من خط النص بينزل يسحب دايما المساك معاه عشان يفضي المساحه في ظهره. فهنا اول سؤال لازم نساله لكروش لو انت مذاكر الفرقه دي مين اللي هينزل معاه؟ مين اللي هينزل مع هالر عشان المساحه؟ لو انا بلعب النهارده باثنين مساكين نفترض حجازي وعبد المنعم او حجازي والونش او يعني اثنين مساكين مين اللي هينزل معاه؟ لو نزل حد معاه لازم يبقى فيه تعليمات مين اللي هينزل بالراجل ده لان هو متعمد ان هو هينزل يسحب مدافع معاه عشان يفضي المساحه في ظهره لمين؟ لنيكولاس بيبي ولماكس جرادل الاثنين. نكمل برده الحاله الثانيه نشوف فكره بس سيباستيان هالر. بص فين سيباستيان هالر؟ في وسط الملعب نازل دايما بينزل دايما فكره المهاجم الوهمي مش مهاجم صندوق مهاجم بنزل لتحت بسحب معايا المدافعين عشان اشوف نيكولاس بيبي وماكس جرادل او ويلفريد زاها واحد فيهم هم اللي بيتحركوا في المساحه الخاليه. وخلي بالك من الجبهه اليمين دي لان الجبهه اليمين دي اخطر جبهه عندهم اخطر جبهه دي مشكله. يعني انا النهارده انا وجهه نظري مع الطريقه دي مع المهاجم اللي بيتحرك اتبع طريقه بيتسو موسيماني مع الاهلي. لازم انا شايف الماتش ده مصر عشان ان شاء الله تكسب انا وجهه نظري لازم نلعب بثلاثه ورا. كابتن اسلام المره فاتت بس هو السؤال هنا كابتن اسلام هل الوقت اسبوع اللي هو كان مع يسمح ان هم يتكيفوا؟ مش يتكيفوا كمان احنا بنتكلم على تغيير الطريقه بس منتخب مصر. هقول لك على حاجه كريم بس هقول لك لا يعني انا اقصد ان انت منتخب في الاخر العب ثلاثه انت عندك أربعة. عندك حمدي فتحي بيلعب بالدور اللي هو ما بين الاثنين المساكين يقدر يلعبها. هو الاحتمال الاكبر ان هو يزق لازم حمدي فتحي يزق كا ليبرو ما بين الاثنين المساكين دي لازم. ليه؟ لان حمدي فتحي بيلعب الحته دي حلوه قوي ان هو ممكن ينزل زي ما بيتسو موسيماني بيكلفه لعبها بقى يا كريم. يعني هو قصد احمد كده ان هو لعبها مع النادي الاهلي خلال خمس ست سبع ماتشات اللي هم صح بس حجازي والوينش ما بيلعبوهاش. لا حجازي والوينش لا ماشي بس دول اثنين خبرات. لا ممكن يلعب احمد فتوح باك ليفت الماتش اللي جاي وايمن اشرف يخش يلعب يبقى انت كده عندك مساك. يلعب مساك اوكي انت كده عندك لو الونش ما لحقش يعني ما اعرفش انا شايف ان احمد فتوح لو لعب هتبقى مشكله كبيره لمصر مشكله كبيره طبعا. هات بس استاذ سمير احنا قلنا كده في ماتش نيجيريا برضه ولعب هات الصور بس اللي هي الخريطه الحراريه اللي هم الثلاث صور اللي ورا بعض اوري بقيه الصور اللي هي برضه دي سيباستيان هالر بينزل عشان يفضي المساحه لنيكولاس بيبي. لو استعرضنا بس الصور اللي هي الثلاث صور شوف الاماكن الخريطه الحراريه بتاعت اللعيبه اوكي اتفضل شوف سيباستيان هالر مكان اهو بص دي 4-3-3 يعني دي طريقه لعبهم. مين رقم 22 ده المهاجم سيباستيان هالر. بص فين يا كريم فين تحت الجناحين الجناحين دايما فردين الملعب نيكولاس بيبي وماكس جرادل والمهاجم نازل لتحت. ومين رقم 8 ده سيري فرانك كيسيه فرانك كيسيه اللي بيقطع دايما من ورا المهاجم والاثنين دول. فاحنا لو خدنا بالنا بص في كام لاعب ناحيه اليمين يا كريم 19 و17 19 اللي هو بيبي 17 اوري 18 اللي هو ابراهيم سنجاريه 22 سيباستيان هالر 8 فرانكي كيسيه 4 على احمد فتوح لوحده هتبقى مشكله كبيره خاصه ان عبد الله السعيد اساسا ما بيدافعش. لا مش هيلعب عبد الله السعيد 90% لو بدا يعني لا 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 والله انا لا والله العظيم لا بس يعني في الماتش اللي زي ده لا صح لازم انا على الاقل على الاقل يلعب حمدي فتحي و حمدي واسمه وعمرو السوليه والنني. انا حسيت كابتن اسلام هيقول ما تنفذناش يا راجل حسيت هتقول ما تنفذناش يا راجل يعني هات الصوره اللي بعدها يا استاذ سمير. بص هوري لحضرتك حاجه ثانيه ده مكان موقع هوس كورد جايب الاماكن الهجمات بتاعه الكوت ديفوار قدام الجزائر 44% من هجماتهم من الجبهه اليمين. بس ليه علشان الباك ليفت بتاع الجزائر كان مش طاير كان طاير رامي بن سبعيني كان واقف بيلعب وينج ليفت. لا وفي قديم برضه يا كابتن اسلام بس برضه عشان في ده رامي عمل وكل الاهداف اللي دخلت خد بالك داخله من ليه ما مش عارف يغطي ما اعرفش وجهه نظري مش عارف كبير. هو بيلعب في المانيا الماتش ده كان اقل من المتوقع تماما صحيح تماما بس الجبهه اليمين عندهم فيها نيكولاس بيبي ارسنال وسيرجيو ري طبعا لعيب كبير جدا اتنين من احسن. طب هات البيرو تاني ارجع للبيرو نوري بقى الجبهه اليمين ده برضو زي ما احنا شايفين دي الخريطه الحراريه. تعال نشوف الرايت اتاك اللي هي الهجمات اللي من الجبهه اليمين بتاعهم ادي بص حضرتك
كام واحد زي ما قلنا نفس الخريطة الحرارية بالظبط. ده بقى تفسير الخريطة الحرارية، 1 2 3 4 متجمعين فين؟ ناحية الجبهة اليمين. ناحية اليمين. فأنا النهاردة أنا عشان أقفل الجبهة اليمين دي لازم أبدأ بأيمن أشرف اللي هو دفاعيا أقوى، دي وجهة نظر يعني، يبقى ناحية الشمال يقفل لك الجبهة دي. الحاجة التانية أنت لو لعبت بثلاثة ورا هتبقى أفيد شوية، بحيث إن حمدي فتحي يقدر يقفل، يقدر يقفل العمق الدفاعي، لأن هم برضو خطورتهم من العمق، بيجي فرانك كيسيه وبيجي إبراهيم سنجاري القادمون من الخلف، وبالتالي أنا عايز أقفل لهم العمق وعايز أقفل الجبهة دي. فلازم إن يبقى يا إما ثلاثة يا إما أبدأ بأيمن أشرف باك ليفت. بص بيبيه الجملة الشهيرة بقى بتاعتهم، بيبي بيعمل الوان تو مع ابراهيم سنجاري، ومين اللي بيقطع من وراهم؟ ادي اهو نيكولاس بيبي بيتحرك بيبازي لابراهيم سنجاري، بيعملوا وان تو. الجمله دي متحفظينها، لازم لعيبه مصر تكون حافظه اللعبه دي. انا النهارده بيعملوا وان تو اهو بيتجمعوا، تحس ان اللعب مايل الناحيه دي، خاصه كمان ان ويلفريد زها الناحيه الثانيه لما بينزل بيديهم افضليه. هنا برضو نيكولاس بيبي، وجاي مين بقى القادمون من الخلف؟ خطوره كوت ديفوار في القادم، حطها حلو جدا. لا يعني كان سهل قوي يحطها بشماله في، لا فتح رجله الشمال شويه، فتح بطن رجله شويه، راحت في المكان، حطها حلوه جدا. ده فكره القادمون من الخلف لفرانك كيسيه. دي حاجه مهمه جدا اللي جاي من ورا. فانت النهارده عندك خطوره من على الاطراف وخطوره من العمق، عشان كده قلت ان الثلاثه افضل من وجهه نظري. ليه؟ هتقفل العمق وهتديك برده حمايه. صعب يا احمد، خلي بالك هو ممكن العب بثلاثه ممكن، اللي هو حمدي وعمرو والنني في وسط الملعب. صح، خلاص. ودي تعليمات لحمدي ان هو يرحل يعني بين الاثنين المساكين. انا مش شايف ان هو رايح للدماغ دي خالص. لان انا عارفه ان هو مش رايح للموضوع ده خالص. هو يلعب الثالث والثالث مع حجازي مثلا والونش، او حجازي ومحمد عبد المنعم، ما شفتهاش. طب هقول لحضرتك على حاجه، ممكن حل تاني، ممكن الجناحين بتوعي، ممكن الحل حلول كتيره، لكن هو مش رايح لكده. ممكن اللي يدي تعليمات للجناحين بالعوده الدفاعيه عشان تقفل الاطراف بتاعتهم لو طلعوا. لو طلعوا. طيب خلينا نفس اللعبة دي يا كابتن اسلام، بس انا خدتها من يعني اسبكت تاني او منظور مختلف عن اللي احمد شافه. انا بشوف ان ميزة كوت ديفوار الهجمة دي لازم نبص لاساسها، هي اصلا كانت هجمة مرتدة، ما كانتش بيلدنج اب عادي لكوت ديفوار. الهجمة دي هجمة الهدف كانت هجمة مرتدة، ولو نلاحظ ان لعيبة المنتخب الجزائري كانوا بيحاولوا يرجعوا بسرعة عشان يلحقوا يمسكوا لعيبه كوت ديفوار اللي بينطلقوا بسرعه كبيره جدا جدا في هجمه مرتده. طيب اللي انا عايز ابص له هنا كم لعيبه كوت ديفوار اللي قدروا يتحولوا من الشكل الدفاعي للشكل الهجومي، كم واحد جري ومتجه للمرمى؟ 1 2 3 4 5 في مثلث عندنا في اليمين واللي احمد شرحه. طيب هنا بقى الفكره، تعال نبص. طبعا في اتنين هنا اوت اوف بلاي بتوع منتخب الجزائر، دول انا هسميهم اوت اوف بلاي، مش في اللعبه خالص. بره اللعبه، دول بره اللعبه تماما. في ثلاثه، يبقى احنا هنا بنتكلم على 5 لعيبه قصاد 3 مدافعين، وبالتالي هنا يبقى خيار لاعب كوت ديفوار ما عندوش خيار واحد بس للهجوم، عنده كذا خيار. نبص هنا اللعبه دي، اللعبه دي ممكن تتلعب كره عرضيه للي جاي من ورا، وهوب يخش ياخد الكره ويشوط، لان لعيبه الجزائر راجعين جدا جدا. هم طبعا اختاروا ان هم يلعبوا على المساحه الفاضيه، ونشوف الشكل الصوره اللي بعديها. الكره دي لو كان مثلا بعتقد بشوف مثلا لو فرانك كيسي فوت الكره، نفترض فرانك كيسي في الهجمه دي ما جابش الهدف، هتروح للي بعده، في كام واحد وراه ممكن يفنش الهجمه دي؟ ادي واحد وادي التاني. فهنا اكبر مشكله ممكن تواجهنا في الهجمات المرتده لمنتخب كوت ديفوار هو عمليه التحول من الهجوم بتاعنا للدفاع. لو احنا ما عندناش السرعه الكافيه هنشوف المنظر ده كتير جدا 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 عليه. ودي النقطه كمان اللي ممكن منتخب كوت ديفوار ببساطه يشوفها اصلا في لعب منتخب مصر. احنا اصلا بنلعب السودان المفروض اللي هي اقل مننا فنيات واقل مننا في مسائل الفروقات الفرديه ما بين اللاعبين، ما كناش حتى قادرين نسرع الريتم عشان نجيب الهدف الثاني والثالث. فدي نقطه انا حابب ان احنا لازم ناخد بالنا منها. تاكيدا لكلام كريم، الهجمه المرتده، سرعه الهجمات المرتده بتاعه كوت ديفوار، بص انت لو لعبت اصلا ضغط عالي هيبص الدقيقه ايه 50 44. بص رايح كام واحد يا كريم زي ما انت قلت. 1 2 3 هات الصوره اللي بعدها كده، 1 2 نحفظ بس الرقم، الدقيقة 50 والثانية 44، الثانية 44. تمام، تعال نشوف الحالة اللي بعدها كام واحد. 1 2 3 4 5
نعم. خمس لعيبه رايحين في هجمه مرتده زي التطار كده، أيوة. اربع خمسه رايحين عليك، فانت قاطعين الكوره في منتهى السرعه وسرعه تحول رهيبه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. اذا لو انت ضغطت عليهم ضغط عالي وسبت لهم مساحات، أيوة. ورا هتعاني. تعالى احنا افتكر ان هي الدقيقه 50 44، هات الصوره اللي بعدها شوف الهجمه ان هو في الدقيقه كام بالظبط. هتلاقيها في الدقيقه 50، أيوة. وبص الهجمه اهي لسيرجيو ري 50 و49، يعني في خمس ثواني عملوا الهجمه المرتده، ضغطوا عليك في وسط الملعب وتحولوا. بص كام واحد زي ما انت قلت. انا بس عايز اقول بس حاجه واضحه في الاعتبار يا احمد، ان طبعا المباراه دي اتلعبت الساعه 3، فبالتالي وكان واضح ان المنتخب الجزائري متاثر بالرطوبه العاليه، عشان كده الحمد لله ان احنا هنلعبهم ثلاثه عندهم سته هنا، سته هنا، فالحمد لله الحمد لله برضو ان احنا لحد ما هنلعب في وقت متاخر شويه، واتمنى باذن الله باذن الله باذن الله ان احنا ما نعانيش من موضوع الرطوبه، لان فعلا الموضوع ده خنق منتخبات كتيره وبيفيد طبعا المنتخبات اللي عندهم لحد ما بشره سمراء اكتر. تعال نشوف الضربات الثابته اللي ليهم واللي عليهم، هما مميزين في الضربات الثابته، متحفظين شغل كويس. بص بيلعبوها دايما على البعيد، لازم هنا أيوة. الدفاع بتاعنا يخلي باله ان انت هتتلعب على القائم البعيد والرقابه طبعا. الرقابه طبعا هنا كانت كارثيه، لازم نخلي بالنا ان هما دايما لما أيوة. بتبقى على اليمين عندهم حلين، يا اما بتتلعب على مرتين يا اما بتتلعب اهي دي اول نعم. واحده نعم. تتلعب على القائم البعيد أيوة. عشان المدافع يجيبها. طب اللعبه الثانيه بتاعتهم ايه؟ ان انا العبها على مرتين ونيكولاس أيوة. بيبي بيبقوا ثلاث لعيبه في الكوره. هات الصوره اللي بعدها، ادي 1 2 3 بتتلعب لنيكولاس بيبي اللي هو عليه السبوت ده، كتوب فوق بيبي، بيخش دايما لجوه ويشوط. اذا فكره الضربات الثابته عندهم يا اما بتتلعب على مرتين، دايما تلاحظ ان هو مصدر الخطوره بتاعهم نيكولاس بيبي في الضربات الثابته. بص اللعبه اللي بعدها، بص هنا بيشوط من قد ايه؟ من 25 متر. بيبي ده بيشوط من اي حته في الملعب، نجم الارسنال طبعا. هات الفاول اللي بعده برضو نفس الفكره، نيكولاس بيبي اخطر واحد. بص بيشوط منين؟ نيكولاس بيبي اخطر واحد في الضربات الثابته لكوت ديفوار. ده لازم برضو نحاول نقلل الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء، لان ده لعيب بيشوط من اي مكان في الملعب يا كريم. تمام. طيب احنا كابتن اسلام في الحاله اللي كانت معانا من شويه كنا بنتكلم على الكاونتر اتاك بتاع منتخب كوت ديفوار، وازاي النهارده فعلا بيقدروا يطلعوا باقصى عدد اكبر عدد ممكن عشان يقدروا يهددوا مره من. طب تعالى بقى نتكلم على هجمه معموله من بيلدنج اب عادي جدا، واللعب متحضر وكمان الفرقه المنافسه واقفه في اماكنها وكل واحد يعني واقف في المكان بتاعه. تعال نبص على توزيعه منتخب كوت ديفوار، بيعملوا حاجه ظريفه ولطيفه للغايه. الراجل اللي محطوط عليه حرف الار بي ده اللي هو الرايت باك ده سيرجي اوريه. سيرجي اوريه الراجل اللي هو الفول باك، هو اللي داخل في عمق الملعب وبيعمل دور الجناح اللي المفروض بيرحل لجوه. احنا دايما بنقول ايه في طريقه 4 3 3 طبيعي لما الرايت باك يطير لازم الرايت وينج هو اللي يخش لجوه والرايت باك هو اللي يمسك الطرف، لكن عشان سيرجيو ري واحد من افضل اللعيبه اللي بيشوطوا مع توتنهام في الدوري الانجليزي من خارج منطقه الجزاء، بيبقى واحد من الخيارات الجيده لمنتخب كوت ديفوار ان هو اللي يخش العمق، في حين ان بي بي يفضل واقف على مقربه من الخط ويسيب عمق الملعب لسيرجيو ري. سيرجيو ري في الكوره دي شاط كوره يعني رئيس ملحي وقف وقف اتثبت ما عملهاش اي شيء، لان طبعا الكوره كانت سريعه جدا. فواحده من النقط لازم ناخد بالنا منها ان منتخب كوت ديفوار بنتكلم على هذا الكم من اللاعبين، واللي بيشوط كان هنا كمان عنده اوبشن تاني لو هو ما شاطش، اوبشن التمرير لبيبي وان هو يخش، ولما كمان بيبي يخش للحته دي يقدر ببساطه يلعب الكره العرضيه بشكل مماثل للهدف. لو حد النهارده بيتفرج على المباراه اللي ما بين الحمد لله برشلونه والافش، الهدف اللي جابه فرانكي ديونج في الدقيقه 88 نفس اللعبه بالظبط اتلعبت على الطرف واتلعبت بالعرض لفرانكي ديونج، دخل حطها في المرمى بسهوله. وبالتالي احنا بنشوف في اوبشنز كتيره عند منتخب كوت ديفوار، فريق عنده حلول وعنده كمان قرب مسافات كبيره جدا جدا ما بين لعيبته. الكره الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها طبعا دي هجمه في الدقيقه 93، هجمه في الدقيقه 93
في الدقيقة 93 منتخب كوت ديفوار عامل كاونتر اتاك على منتخب الجزائر كان بيبحث عن تقليص الفارق من 3-1 3-2 ب 1-2 3-4-5 وفي 2 اوت اوف بريم الجزائر. بنكرر نفس المشهد اللي انا جبته من اول 10 دقائق في اول الحالات. بيفنش الحالات بحاله في الدقيقه 93 5-3 بنفس الشكل. الهدف الذي لم يحتسب اتلغى بالظبط. ده الهدف اللي اتلغى. بس الشكل اوفسايد بيني وبينك. طبعا اوفسايد. لكن الفكره فيها يا كابتن اسلام انا بتكلم على التحول من الدفاع لهجوم زي ما تم في اول 10 دقائق بنفس القدرات البدنيه تم في الدقيقه 93 بنفس القدرات البدنيه 5-3. ولازم درس لينا ما نلعبش كوت ديفوار باسلوبنا اللي احنا لعبنا بيه البطوله العربيه او الثلاث ماتشات. لازم نلعب زون ديفنس. اتمنى والله اتمنى على المستوى الشخصي الفكره اللي قالها ثابت دي تتنفذ. يا ريت. اتمنى. وانا عارف ان هي صعبه بس نلعب 3-4-3 اتمنى. بس مهم ان احنا ما نلعبش على الاستحواذ مع المنتخب ده. المنتخب ده اوعى تلعب مع الاستحواذ. سيب له الكوره ونلعب احنا على الكاونتر اتاك احسن. تعالى بقى نشوف كل قوه قوه. تعالى نشوف بقى نقاط الضعف. منتخب زي ما قلت لحضرتك ما تقلقش منه قوي. في اسماء وفي قوه كبيره لكن هو عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا. تعالى نشوف اول حاله معانا بالضغط في وسط الملعب ده قدام سيراليون. بص المساكين في حاجه كده غريبه عند الافارقه نوع من التوهان والسرحان في التمركز ودي مشكله رغم ان المدافع ده بيلعب في باير ليفركوزن وايريك باي الاحتمال يبدا قدامنا في اليونايتد. فبص المساحه اولا زي ما كريم انت قلت في الاول ان هو بيلعبوا هاي لاين بيلعبوا دفاع عالي. بص المساحه اللي وراهم قد ايه. هنا التفكير انا هستغل المساحه دي ازاي. انا عايز حد سريع لازم محمد صلاح يتحول في الحته دي ومصطفى محمد لو بدا لازم يكون محمد شريف اللي هو ركنه احتياطي لازم يكون له دور في الماتش ده. بس قبل ما تكلمني على مين اللي هيجري كلمني على مين اللي هيسلم. اللي بيجري اللي هيسلم في كتير دي يعني في زيزو. دي مهمه. لا دي مهمه. المهمه في اللعبه تقولها دي صح. مش اللي هيجري سهل. هو انت بتقول محمد صلاح يفتح سبرنت دي فيها مشكله. هفتح سبرنت لكن السؤال هنا مين اللي هيسلمني الكوره. عندك السوليه. السوليه مستر اسيست. ولا مش قصدي ما بتكلمش على المهاره ثابت. انا بتكلم على هطلع ازاي من الضغط بتاع كوت ديفوار. هي دي النقطه. ما دي الفكره. انت لو لعبت بثلاثه او لعبت باربعه ثلاثه ثلاثه اللي هو بيلعب فيها وحمدي فتحي نزل يستلم ما بين الاثنين المساكين هتقدر تبني هجمه هتقدر يبقى شكلك يعني كويس. يعني من كلامك عايز سرعه. عايز سرعه طبعا. انت لو ما لعبتش الكوره بسرعه عندك السوليه بيلعبها كويس عندك زيزو كويس ممكن النني برده في حته التمرير كويس جدا يقدر محمد صلاح يقطع من العمق. لازم محمد شريف يكون له دور في الشوط الثاني. انا وجهه نظري كده عشان هم مشكلتهم البطء والسرحان واحسن واحد يعمل لك الحته دي محمد شريف. مصطفى محمد تستخدمه في الضربات الثابته في المشاكل اللي هنتكلم عليها دلوقتي. بص كمل بقيه الصوره. بص اتضربوا بلعبه واحده من فوقيهم على طول. بص ثلاث مدافعين 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه اتضربوا بلعبه واحده من فوقيهم. المهاجم بتاع سيراليون راح والحارس انقذها. هات الصوره اللي بعدها نفس الفكره. نجري بس الصور عشان الصور كتير بتاعت الحالات الدفاعيه. كمل برضو هتلاقي المهاجم راح يعني كريم بيلعبه. بص اهو راح انفراد ده بلعبه واحده. عشان كده بقول لك الماتش ده محتاج واحد يعمل عمق. اهي نفس الصوره. بص حضرتك ادي المهاجم ما بين الاثنين المساكين. بص حاله السرحان والتوهان اللي موجود عند الافارقه اللي هو التمركز بتاعه مش حلو. يعني اللاعب بيتحرك بين الخطوط والكره بتتلعب وكلهم واقفين. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اتضربوا بتمريره واحده. المهاجم بيتحرك بس واتلعبت له. هات الصوره اللي بعدها على طول هتلاقي اتلعبت له والمهاجم رقص وشاط على طول. فانت تقدر تستغل مين اللي يضحك على المدافعين دول مين اللي يقدر يتحرك بين الخطوط. ادي المهاجم رقص وراح شايط كذا. يبقى عندك مصطفى لو بدا يبقى لازم محمد شريف وجهه نظري يكون له دور. لازم تستغله لان محمد شريف بيعرف يتحرك في المساحات. كل ما لقيت مساحه يبقى ميزه محمد شريف. هات الصوره اللي بعدها برضو. خش بقى بعد كده على الضربات الثابته اللي هي اللي عليهم الكورنر دي اهي. بص يا كابتن اسلام اللعبه دي بص هم كلهم واقفين ازاي. بص هم في الضربات الركنيه زي ما قلنا هم مميزين في اللي ليهم اللي عليهم ايه بقى. بص كلهم واقفين. بص حاله التوهان اللي بتجي لهم دي عندهم نوع من التوهان في التمركز. انا لازم استغل على فكره كروش اكتر ميزه ليه الضربات الثابته. احنا لو كسبنا ان شاء الله كوت ديفوار هنكسب بضربه ثابته لان هم عندهم مشكله في ضربه ثابته في الضربات الثابته. بص اتلعبت على طول للاعيب الجزائر على طول راح شايط فاهم. فده نوع من السرحان. نفس الضربه الثابته برضو. بص هنا الجزائر لعبوها فين. لا وافتكر انت برضو لما جبت فيهم اهداف من 2006 بقى والله ما مش بهزر معظمها ضربات ثابته او البدايه بتاعتها ضربات ثابته. بص حضرتك دي
نفس اللعبه برضو حاله من التوهان، وهم واقفين مركز، هم بس متحفظين ان انا هقف هنا ادفع منطقه وخلاص. طب ما انا ممكن استغل الحكايه دي، وكيروش عامل شغل محترم في الضربات الثابته للامانه في اخر ماتش. يعني هات حالات مصر كده، كمل اللعبه اللي بعد دي. اه دي لعبه يا جماعه متحفظه، كروش البصمه الوحيده اللي انا شايفها له الضربات الثابته، واضح ان محلل الاداء اللي معاه يعني عامل شغل محترم في الضربات الثابته والضربات الركنيه. مصطفى محمد اهو بيطلع بتتلعب له، يبقى انا اقدر استغل الميزه بتاعه منتخب مصر، اربط ديب دي. عندك فرقه عندها مشكله في الضربات الركنيه، اقدر انا استغل الميزه اللي عندي. دي برضو هنا محمد عبد المنعم كان واقف ورا، هما الاثنين واقفين ورا، وبعدين راح قاطع على القريبه. فانا لازم، انا بلاعب فرقه عندها مشكلتها ان هم عندهم سرحان وتوهان في الضربات الركنيه، وانا عندي الميزه دي، يبقى انا ليه ما استغلهاش؟ يبقى انا في نفس الوقت لو لخصت كده، انا لو لعبت دفاع منطقه ولعبت على الهجمات المرتده قدرت اضربهم في خلال العمق الدفاعي اللي عندهم مشاكل في العمق بحد سريع، وفي نفس الوقت لعبت دفاع منطقه وامنت، لو لعبت ب 3 4 3 او 4 3 3 بوجود حمدي فتحي، لازم حمدي فتحي في الماتش ده، حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين يقفل لك العمق وتقفل الاطراف، ايمن اشرف وعمر كمال عبد الواحد، مع عمر كمال عبد الواحد هيلعب على ماكس جرادل، وايمن اشرف هيلعب على نيكولاس بيبي او ابو الفتوح، هقفل الناس دي ازاي؟ ما انا لازم العب بليبرو او العب بواحد يقفل الحته دي، ما انا مش معقول هحط عمر كمال على ماكس جرادل او ويلفريد زاها هيعاني، هيعمل له مشاكل كبيره، ما انا ما احطوش على واحد زي ده وارجع احاسبه، لا. ممكن يلعب بمحمد عبد المنعم باك يمين ويلعب بايمن اشرف. ما هو برضه لما لعب قدام نيجيريا ما كانش مش مركزه ما حرقوش، يبقى انا ممكن أأمن. عشان كده وجهه نظري انسب طريقه زي ما قلت ثلاثه، لو لعبت بحمدي فتحي بين الاثنين المساكين اقدر استغل العب على الهجمات المرتده واضرب العمق الدفاعي، وفي نفس الوقت استغل الضربات الثابته اللي هي ميزتي اصلا. تمام، دي كانت كل نقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب الايفواري. زي ما حضراتكم شايفين منتخب قوي هجوميا وكل حاجه، ولكن عنده نقاط ضعف تقدر تلعب عليها خلال المباراه. لو عندك محلل الاداء مع المدير الفني يقدر يظبط الامور بشكل او باخر عشان تقدر تفوز، زي ما تونس عملت، قفلت على مفاتيح لعب منتخب نيجيريا، قدرت ان هي تصل للدور اللي بعده. وفي النهايه نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل نقاط الضعف ونقاط القوه للمنتخب الايفواري هنحاول نزاحها كل يوم يمكن يتفرجوا عليها. يعني عموما بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا، شكرا على وجودك معانا. اذا اهم نقاط القوه والضعف كانت موجوده مع حضراتكم للمنتخب الايفواري، نبتدي نذاكرها اليومين ثلاثه اللي جايين دول علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز على المنتخب الايفواري ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ونصعد الى الدور التالي دور الثمانيه. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني بالتوفيق في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.